I think when we أعتقد look بأننا at recent عندما events in ننظر إلى Afghanistan, الأحداث it's الأخيرة very في clear that أفغانستان، US فمن hegemony الواضح is جدا بأن declining. الهيمنة The US الأمريكية was there for تتضاءل. 20 years, لقد أمضى الأمريكيون and what 20 we عاما saw في in a أفغانستان، matter of وما hours رأيناه في on ساعات Sunday قليلة يوم was الأحد the Taliban هو أن take طالبان control قد of Kabul, سيطرت على كابول، capital city of 6 million العاصمة people, التي عدد and سكانها there was 6 basically no ملايين إنسان، resistance ولم يكن هناك to the أي Taliban. مقاومة لهم. This is extremely إن ذلك humiliating مهين for للغاية the United States. للولايات المتحدة، And there's no doubt وليس that هناك countries أدنى شك throughout the بأن region, الدول في in كل the المنطقة، GCC, سواء كانت في in منطقة the الخليج Levant, in العربي North أو في Africa, منطقة الشام أو في شمال elsewhere in إفريقيا the أو في world, كل مكان even من further العالم، away in حتى Africa, في الدول Latin الإفريقية America, and الجنوبية Asia, وأمريكا they اللاتينية all took وآسيا، note كل of what هذه happened الدول in قد شاهدت Afghanistan, and that ولاحظت ما الذي certainly حصل في has an أفغانستان. impact إن on هذا their بالتأكيد له perceptions أثر of كبير U.S. على foreign power نظرة at هذه this الدول time إلى in القوة history. الأمريكية I في don't هذه think that اللحظة this is من the التاريخ، end of ولكنني U.S. لا being a very أعتقد بأن influential هذا country. سيكون I feel نهاية that the التأثير U.S. will الأمريكي remain a very والنفوذ الأمريكي. powerful country أنا for متأكد the بأن future, الولايات المتحدة but سوف again, تبقى دولة hegemonic ذات status نفوذ في the U.S. المستقبل، ولكن had وضع الهيمنة since the Soviet الذي Union fell حظيت به has been الولايات المتحدة weakening منذ انهيار for الاتحاد many السوفيتي years قد as the world تضاءل gets more للعديد من multipolar, السنوات، but again, حيث as أن you العالم pointed أصبح out, متعدد the الأقطاب recent اليوم. events ولكن in ليس هناك أدنى Afghanistan شك بأن الأحداث الأخيرة highlighted في the أفغانستان قد relative سلطت decline الضوء of على ذلك U.S. hegemony in التضاؤل the world. الواضح للهيمنة الأمريكية في العالم. طيب، بايدن قال في السابق بأن طالبان لن تسيطر على أفغانستان، وبعدها حقيقة طالبان سيطرت على أفغانستان في نهاية المطاف. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، لو تذكرنا سابقا بأن بايدن قال بأن إيران لن تتحصل على القنبلة النووية في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي، ولكن في نهاية المطاف الآن الناس بعدما رأوا ما رأوه في أفغانستان بدأوا يعتقدون أن هذا الوعد أيضا قد لا يطبقه بايدن، وقد نرى إيران تتحول إلى دولة تمتلك القنبلة النووية، وأن هذا الوعد يجب أن لا نأخذه بجدية كبيرة. ما هو رأيك بذلك؟ Well, Biden was completely wrong بايدن about كان مخطئا Afghanistan, تماما فيما but let's يتعلق keep in بأفغانستان، mind ولكن that دعنا many نتذكر of the most seasoned أنه experts on حتى أكثر Afghanistan, الخبراء most of دراية them في got أفغانستان events wrong حتى too. هم معظمهم Everyone أخطأوا knew في that توقعاتهم. US-NATO withdrawal الجميع from كان يعرف بأن Afghanistan الانسحاب would الأمريكي lead to وانسحاب some الناتو Taliban من gains, أفغانستان سوف يؤدي إلى but the مكاسب extent لصالح to which طالبان، the Taliban ولكن rapidly هذه المكاسب retook لم control يكن of متوقع Kabul حجمها، and almost أي أن all of سيطرة Afghanistan طالبان على was كابول truly العاصمة وكل shocking. أفغانستان بهذه So I السرعة just want to كان say that مفاجئا Biden is not وصادما. necessarily ما alone فما in أقوله his بأن failure بايدن لم to يكن وحيدا foresee في the rapid فشله أو Taliban في فشل return to توقعاته power. Now, لعدم when it قدرة comes to طالبان للعودة Iran's إلى السلطة. nuclear weapons question فيما that you يتعلق بإيران asked, وبسلاحها sure, النووي، there are people نعم who بالتأكيد probably هناك right now are أناس going to question سوف Biden's judgment يشككون في more حكم than they الرئيس were بايدن اليوم أكثر one مما week or one كانوا month ago. عليه قبل شهر But أو when قبل it comes أسبوع. to